كابتن فاروق، تقييم حضرتك ايه لاداء الزمالك اليوم وهذا المكسب من الناحيه المعنويه والناحيه الفنيه؟ طيب انا هتكلم من الناحيه الفنيه، ان النهارده الزمالك كلنا اتكلمنا قلنا قبل المباراه هنشوف الاداء الزمالك وبعدين هنتكلم بعد المباراه. حقيقي النهارده الزمالك بيلعب بطريقه جديده 4-1-4-1، واحنا كلنا قلقانين من الطريقه وكنا بنتكلم ان ممكن تكون في مجازفه ولا حاجه، ولكن هو بنى هذه الطريقه على امكانيات اللعيبه الموجوده. يعني النهارده اللعيبه الموجوده كان امكانيات اللعيبه وكمان الخصم طبعاً. لانه واضح انه قرى سيراميكا كليوباترا كتير، شافه كتير، يعني واضح. لكن الشوط الثاني يختلف عن الشوط الاولاني. الزمالك جاب هدف وكان بيأدي بشكل كويس، لكن الشوط الثاني الزمالك بقى يوصل للمرمى زي ما سيراميكا الشوط الاول كان بيوصل لمرمى الزمالك من غير مشاكل. الشوط الثاني الزمالك وصل للمرمى كتير وكان يمكن من نجوم المباراه بسام حارس مرمى سيراميكا، صد له 3-4 كور بشكل كويس. انا بعرض لك الفرص هي بتاعت الشوط الثاني. ده الهدف ده الشوط الاولاني ده الهدف. الفرص عامه بتاعت احنا الشوط الاولاني شغلنا من على الاطراف، لكن الشوط الثاني اتغير الاداء. نص الملعب بقى فيه كثافه، بقى فيه نشاط اكتر، استحواذ اكتر، بنوصل للمرمى بشكل كويس، فتحنا الخطوط بتاعت سيراميكا وقدرنا نتواجد في المساحه بين الخطوط بشكل جيد جدا. الشوط الثاني يا كابتن فهد طول الشوط الثاني انت الشوط الثاني متمكن، وده يوسف اسامه قبل ما يخرج. يعني شوف يوسف اسامه جاي من على الطرف في الحته دي، اكيد اكيد ان الجمل دي بتبقى محفوظه والجمل دي بتبقى محطوطه بشكل كويس. هو نجاح المدرب النهارده يمكن هو اكتر حاجه يعني باينه، وده سيف جعفر. يعني النهارده كمان سيف النهارده ادى بشكل كويس من المباريات اللي لعب بشكل كويس جدا، ووظيفته في الملعب باينه. يعني مش بيلعب في مكان ملوش وظيفه، لا وظيفته في الملعب، ودي كان يعني شهاده للمدرب ان كل واحد كان في اللعيبه سواء كان موجود من بدايه المباراه او التغييرات كلهم كانوا بيلعبوا بوظائف ومهام هم محافظينها في التدريب. انا بقى النهارده شايف برضك كان ايمن بيتكلم عن المدرب، هو واحمد مدرب النهارده بيقدم ده دور لسيف فاروق. كره اتعامل معاها طبعا 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 مميز كبير، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. يعني ان شاء الله واللي جاي له احسن يعني. وهو يعني انا طبعا اسالك سؤال كده معلش يا كابتن، سيف مكمل في الزمالك ولا مش مكمل؟ ده بيته يعني المفروض. ويعني والناس في النادي لازم تبقى عندها حته يعني ان ده ولاد النادي. انا دايما ولاد النادي، يعني كان مثل انا وايمن، يعني احنا اتربينا في النادي، فاحنا وانا هنا بدانا حياتنا في النادي وانا هنا حياتنا في النادي. فالواحد بيتمنى ان هو كل واحد اتربى في النادي يكون مستمر في النادي لغايه يعني، الا بقى بيتكلم في احتراف لازم النادي بيقدر اللعيبه وبيشوف اللعيبه. وانا شايف يعني مفتوح معاه ملف التجديد ولا لا؟ اكيد مفتوح طبعا اكيد يعني.